بطولة الشركات بكرة السلة اللي صارت حدث سنوي، بطولة المصارف يلي عم تصير برعاية سبورتسمانيا. فإذا شركة سبورتسمانيا عم بتنظم هذه البطولة يلي صارت حدث سنوي بامتياز، مسؤولية عن مصرف لبنان، عن المصارف اللبنانية، عن الاتحاد اللبناني، الجميع كان موجود في حفل الافتتاح. المباراة الأولى كانت بين مصرف لبنان وبنك الاعتماد، المصرف انتهت بفوز الأول 60-46، وبالتالي هيدي عملية أيضا عم تدعم الرياضة اللبنانية، كون المصارف هيك عم نشوفهم بالفوتسال أيضا مع بنك اوف بيروت، وصارت الرياضة هيك مثل إيماج دو مارك إذا بدنا نحكي للمصارف بلبنان وللمؤسسات الاجتماعية، تقريبا مثل ما هي كانت من زمان، تخطونا الأوروبية بهذا الإطار من سنوات طويلة، صح محمد؟ صح أكيد. وانت بتلاقيها انه بتعطي هيك امباكت اكبر للشباب الصغير بالعمر، اول شيء بوصفوا شباب بيكونوا لعيبه، بوصفوهم بالبنك هيك بيمشي الحال اكثر واكثر. ايه اكيد، يعني دائما الرياضه بتعطي دفعه ايجابيه، حتى بتساعد الكيمستري يمكن بالبنوكي بين المصفين، هيك بيصير عندهم مثل جو. احنا ما في كثير شباب بيلعبوا باسكت بول موجودين بالمصارف اللبنانية، صح، حتى اللي ما عم بيلعبوا يعني بيجوا رفقاتهم بيشجعون، هيك بتخلق مثل جو ايجابي. فدائما الشركات يعني شيء ايجابي بيعملوه خلون يشتركوا بهيك مناسبات رياضيه، وهذا الحدث يلي عم نتابعه، فاذا نتمنى نشوفه اكثر واكثر بلبنان.